دقلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. هنا في الروض أطيار بحمدك سبحت ربي، أرى أشكالها اختلفت ولكن كلها تسبي، تناغم صوتها وحكى لنا في رقة الصب بألحان تباينها بأفصح منطق ينبي بأنك أنت مبدعها ومبدع لحنها العذب، وأنت ربي أنت هديتها طبعا يحير كل ذي لب، وأنت منحتها عزما على التحليق يا ربي، وأنت ربي ترعاها لكي تقوى وتمرح في المدى الرحب وتهتف باسمك الأعلى مسبحة أيا ربي. فكم من آية فيها غفى عن وعيها صحبي، إلهي وسيدي فمن إلا كأرشدها لتحيا العمر في حبي، ومن إلا كسواها تحير كل ذي لبي. إلهي إن بعض الطير في تسبيحها قلبي، وحسبي اليوم إيماني بقدرة خالقي حسبي. دقلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.